صباح الخير وتحية لكل الأصدقاء متابعينا بمشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة المخصصة لمواكبة فيروس كورونا. بالبداية رح يكون عندنا اتصال مع المهندس نعمات فريم النائب المستقيل، وهو بنفس الوقت الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أندفكو لشركة فينيكس طبعا. وبالقسم الثاني رح يكون معنا دكتور عماد شكر رئيس دائرة طب الأطفال بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. ولكن البداية تبدأ مع المشوار يلي تحدث عنه سعادته وقت اللي قال المشوار بدأ بتحدي مع الذات بسؤال بسيط لكنه صعب، هل نستطيع أم لا؟ وبمجرد الإجابة بدأ التغيير، قلنا لن نستسلم ولن نموت قبل أواني الموت. نعم نحن قادرون، وها نحن اليوم أمام اللبنانيين نقول نعم نحن نستطيع، نحن آمنا بالقدرة على تغيير قدرتنا، على تغيير قدرنا عفوا، أخذنا القرار وتحدينا، واليوم أصبح لدينا جهاز تنفس اصطناعي جاهز للاستعمال في غرف العناية الفائقة وليس فقط لمرضى كورونا، صنع بكل فخر في لبنان ومطابق للمواصفات الأوروبية والدولية. طبعا الشكر والفخر أيضا باسم سعادته إلى فريق العمل بشركة فينيكس يلي قاموا بهذا العمل. وقبل ما نبدأ معه بالمناسبة بنقول أن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن قال لشركة فينيكس وقت يلي حضر بحزيران الماضي حفل إطلاق هذا العمل أو هذا الجهاز يلي نحن عم نحكي عنه، قال له بفضلكم نحن في أمان. ووزير الصناعة اللي كان حاضر وقتها قال حب الله قال القطاع الصناعي يثبت قدرته على النمو مع هذه الشركة، وشغلة بتكبر القلب. يعني سعادة النائب المستقيل نعمة فريم اليوم بدنا نحكيك يعني بواقع الكورونا وقديش مهم نقول شكرا على كل الجهود يلي حكيتوا عنها، وانتوا أثبتتم كل شيء حكيتوا عنه بالثبوت صار هو اليوم بالأفعال، وشكرا لهذه المعطيات يلي بتخلي الناس يشعروا بالأمان. أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ الأولى، أول شيء بدي حي جمهورك. نعم ينتبهوا كثير، هذا المرض خبيث، هذا المرض فتاك، بس بذات الوقت الأمل وما نستسلم ما نخاف نقوي حالنا، بس بذات الوقت ناخد الدواء إذا انصبنا بسرعة كثير وما نتأخر. بدي أقول لك أنه نحن مثل ما تفضلت وقلت، وأنا بشكرك على مقدمتك لأنه عن جد خجلتنا، الوزراء الكرام الصحة والصناعيين وزير الصناعة بالفعل كل لحظة بلحظتها كنا عم ننسق. اللي بدي أقول لك هي أنه التحدي بلش بس بأدار، بس قلنا نحن أنه لا نحن مش رح نقبل أنه نموت لأنه ما بنعرف نعمل فنتيليتر. بالشرق وقتها إذا فايقين بكل الشرق وبكل العالم صار في ركدة على تصنيع الفنتيليترز، وإذا فايق وقتها مع الجمهور بيجي بريزيدنت ترامب بيجي عنده رئيس النازا على الوايت هاوس وبقول له يمكن فينا نعمل شيء بكومبوننت يعني قطع موجودة بالسوق، فالفات تستعمل لغير شيء بنستعملها لهون، فلو ميترز بتستعملهم لقصص معينه بنستعملها هلا نيل للميديكال ديفايس. ورا دغري اجى تسلا قال انه تسلا بدها تعمل ديزاين وبدها تصنع بسرعه. نحن بذات الوقت عملنا ذات التحدي ولا بل شوي قبله اخذنا قرار انه بدنا نعمل بكومبوننتس موجوده بالسوق، يعني بالسوق العالمي مش بسوق لبنان. وبدنا نعمل بديزاين معين نحن صممناه، نحن ما نقلنا عن حدا، ما كان بعد وقتها عملوا حطوا الديزاين على الانترنت شركات الهاملتون او غيره. على هالاساس اشتغلنا، التحدي كان كبير بس انا بقول لك ليل نهار نحن بعد 12 يوم كان عندنا بروتوتايب 12 يوم. نعم هالبروتوتايب قعدنا نعمل تجارب تنقدر نعرف شو السايزنج المضبوط يلي مطلوبه للقطع بهالمشروع. نعم. بعد شهرين من هذا من يعني باول ايار كان عندنا برودوي بيروح على عند مريض، ومن وقتها ل 10
ايلول بالتحديد، النهار اللي طلع الريبورت من الاي يو بي وتعملوا كومبيتيشن او تيستينج كثير صعب بين الفنتيليتر تبع فينيكس اللي صنع في لبنان، نعم، اسمه بي ام بي 206 بي ام في 206 والهاملتون والبيوريتان اللي هن اقوى اثنين بالعالم. يعني نعمل مقارنه انجاز التعبير بهذا المجال، مقارنه 100% على مكانات السيموليشن. نحن ما وقفنا هون، نحن اشترينا مكانات تجارب، يعني بيعملوا سيميليتر للروايه، نعم، وكانه في مريض تحت المكنه، اشتريناها من برا بكلفه كثير غاليه وبتعمل سيميليشن. طورنا، كفينا انه نطور، وهلا مكاناتنا موجوده بالمستشفيات. للاسف كنت حبيت يكون عندنا اكثر جهوزيه بعد لنقدر نعمل اكثر. نحن اليوم كم مكنه نقدر نعمل؟ كم مكنه؟ صرنا مصنعين حوالي ال 40 مكفيين ل 57 مكفيين ل 57 من هلا لشي جمعه ونص، نعم، وبعدين بنكون ناطرين تيجينا المواد الاوليه يلي عم نشتغل كثير مع 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 السبلايرز. انا طموحي نقدر نكون 200 مكنه من هلا لشي شهر ونص، نكون جاهزين نعملهم لنكون نقول انه نحن عن جد فكرنا هذا الملف. ملف الفنتيليتر، نعم، لازم نسكره، لازم نركز على ملفات ثانيه، غرف العنايه الفايقه، تدريب ودفع وتمتين بدنا نسمي تمتين القطاع الطبي كله والطاقم الطبي وخاصه، نعم، النيرسز والحكمه يلي بالخطوط الاماميه. هودي باسرع وقت ممكن. انا عم طالب بكل حلقه تلفزيونيه وبدي طالب من عندك، تفضل، لازم نوقف الدعم عن مواضيع سنويه بعتبرها اليوم مثل البنزين بيوفر لنا مليار دولار، نعم، ونحول 200 مليون دولار منهم هلا وامبارح مش بكره، لا، للطاقم الطبي في لبنان لنقدر نقويهم تيقدروا يكفوا، لنقدر نجيب اكثر عليهم، وبركي بنرجع بنقنع نرجع نورسيت تركوا لبنان وطاقم طبي ترك لبنان، او طاقم طبي قاعد بالبيت بيعتبر حاله ما في يشتهي ياخذ خطر على حياته وهو مش مكرم مش مدعوم، ما في لقاحات كافيه. كلهم هودي انا بنظري هلا لازم نعمله. يعني اذا بتسمح لي سعادتك، يعني اليوم الاجهزه الموجوده تجاوزت مركز البحوث العلميه الصناعيه بالجامعه اللبنانيه، يعني قدرنا استحصلنا على كل ما هو مطلوب لحتى تكون بخدمه المريض بالمستشفيات؟ اكيد طلب هذا الشيء منا باربع شهر، نعم، باربع جانوري يلي هو مؤخر ست اشهر عن المطلوب، نعم، دراسه منها كان معنا جوابات هيدي، يعني بتاخذ فكره موضوع تتخطى الجامعات، جامعة الاي يو بي والتستات تبعها، لانه الاي يو بي مش بس لانها اي يو بي، لانها هي معتمدة من الاف دي اي بالعالم، نعم، يعني كل التستات اللي عم نعملهم بالاي يو بي هن بارت بالمشوار بالرحلة يلي بتاخذك للاف دي اي ابروفال، يلي هي اكثر من الكورونا. الكورونا مسموح تعمل بسموه خط عسكري اذا بدك، يلي هو عم نستعمل كان بكل العالم انه نعمل سموها رابيد ديفلوبمنت بروتوكولز، يعني ديفلوبمنت سريع، تطوير سريع لانه في ازمه كورونا. اما التطوير العادي هو بالاف دي اي، نعم، يعني فود دراج ادمنستريشن، هذا بياخذ وقت سنتين. الاي يو بي معتمده بالعالم، من هيك الشيء بسرعه كثير. مع هذا وكله، مع هذه البحوث الصناعيه اللي انا بفتخر فيه كرئيس جمعيه صناعيين سابق، نعم، وبتعرف نحن دورنا شو بنعتبره هذا المرجع بلبنان، نعم، ليحط الاولويات. كان حدنا وكان سريع كثير، بس طلبوا هالشيء منا، اخذت يومين العمليه، ولكن طلب هلا، يعني من 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 باربعه شهر. انا بقول لك هلا يعني صار الفنتيليترز ورانا، بدنا نصنع اكثر، المطلوب نصنع اكثر، ونقدر نصنع اكثر، نقدر نجيب المواد الاوليه بالسرعه الكافيه، لانه المواد الاوليه مع السبلاير هودي مواد كثير دقيقه، يعني ما بصنع منهم وبحطهم على الرف، نعم، يعني فلو ميتر بالمطلوب او الفالفات المطلوبه ما بيكون، ما فيك تشتريهم من السوبر ماركت، بدك توصي عليهم بدهم شهرين عاده،
نحن عم نشتغل هلا مع السبلاير تنشوف كيف فينا نسرع هذا الامور. هلا هون هون بدهم خط عسكري لحتى يكونوا بين ايديكم وتقدروا تصنعوا باسرع وقت. اذا بتسمح لي يعني الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه مهم كثير، وخاصه بهذه المرحله اللي كل الناس عم بيطلبوا اكسجين، عم بيطلبوا يعني اجهزه للتنفس اللي هن عم بيحتاجوها بمنازلهم. الجهاز اللي انتم صنعتوه يعني ما بينعاز بالمنازل، فقط للمستشفيات؟ نعم، الجهاز اللي صنعناه نحن هو جهاز كثير صعب، من اصعب اجهزه بالمستشفيات اللي بتستعمل. يعني اذا بتشيل السكانر والاي ار ام، نعم، تعتبر هذه المكنه اكثر شيء كومبليكيتد، لانه هي بتاخذ الحياه، يعني عمليا بتسوق الانسان. هيدي ما بتنعمل الا بالمستشفى بالعنايه الفائقه، ومع شو بسموه بس يكونوا مفوتين لهم انتوبيشن، نعم، المريض وغايب عن الوعي. نعم. هيدي يعني ان شاء الله كل شخص ما يوصل يعيزها، ان شاء الله كل شخص ما يوصل يعيزها. اما بالبيوت، نعم، في الاكسجين كونسنتريترز يلي نحن ما بنصنعه، ولكن انا لاني شفت قديش في بحاجه مجتمع حولي وبكسروان بالتحديد، وواجبي كمسؤول وممثل عن الشعب، عم نستورد مئات منهم لنجيبهم ونبيعهم او نعطيهم بالأجار. يعني عمليا بتعطيه لشخص تسترده من بعد 10 ايام، بتنظفه وبتجهزه لمريض ثاني. هذا اللي عم بيصير هلا ماشيين فيها. بس انا بقول بأسف انه لبنان المسؤولين كان لازم بالست اشهر الماضيه يستوردوا الاف منهم هو على لبنان، لانه منهم غاليين، وكلفه الشحن بالطياره عم بتكون اكثر بكثير من كلفتهم. قد ايه عم بكلف عنا بلبنان؟ واصل على لبنان حوالي $1,000 اقل شوي. نعم، اقل شوي او اكثر شوي. لا، تكلفته بلبنان قد ايه سعادتك؟ قد ايه بكلف؟ شو هو هيدا الجهاز اللي بتحكي عنه؟ ما بنصنعه بلبنان، ما حدا بصنعه بلبنان، ما في امكانيه ابدا نصنع منه. ما بنلحق، هو هين كثير يعني. نعم، نسبيا للاي سي يو فنتيليتر، للفنتيليتر اللي بنصنعه هو بتعتبره ماشي، يعني من اهين شيء ممكن. بس ما اعتبرناه مهم لانه مش مقطوع بالعالم. نعم، مش مقطوع بالعالم، بتوصي تاخذ معك 5 ايام بتجي بالطياره. بس كلفه الشحن بالطياره عم بتكون كثير غاليه. نعم، من هيك غلته وصار سعره حوالي $1,000 عم يوصل على لبنان. كان في يوصل اقل بكثير لو انشحن بالكونتينرات بالبوابير من 6 اشهر. هيدي غلطه كمان بعتبرها انا غلطه كبيره على المسؤولين، كان لازم يتداركوا الامور. نحن ما صار في كفايه بلبنان برو اكشن، ما صار في كفايه تحضير للازمه اللي جايه، وهذا شيء معيب. طب اذا بتسمح لي سعادتك، يعني وزير الصناعه دكتور عماد حب الله وقت اللي كان حاضر المؤتمر الصحفي اللي حكيتوا فيه عن هذا الجهاز، قال اعلن دخول لبنان بفرح كبير الصناعه الطبيه من خلال فينيكس ميديكال. الجهاز يلي عم نحكي عنه ليس الوحيد في هذه الصناعه، وهو ليس لمعالجه المصابين بكورونا، وهو من المستويات الاعلى في العالم. يعني دخول فينيكس على الصناعات الطبية، بنقول بلشنا بهذا الجهاز وعنا أمور تانية رح نتابعها. أكيد بلشنا. أول شيء أنا بدي أقول لك كلمة حق تقال، ومن هذا المنبر بدي أشكر مين بدك تشكر سعادتك؟ ما سمعتك. ما سمعت. الوزير عماد حب الله. نعم، وزير الصناعة. تسمعني؟ نعم تفضل. ايه سمعتك. يلي كان حدنا، يلي حدنا بهالمشوار من اول لحظة. نعم، يلي ايمن. اهم شيء بهالشيء الايمان بالقدرة. يعني فكر فيي انا. نعم، انا وعم بحكي لمهندسين وفريق العمل يلي كنا عم نسهر ليل نهار، بس قول لهم نحن بدنا نعمل هذا الشيء، ويطلعوا فيه يقولوا لي لك يا خيي مش معقول، ما فينا. من تركيا للمغرب كله سوا وجربوا ومش عم بيقدروا يعملوا. والله انت نحن بدنا نعمل؟ ايه نعم، بدنا نعمل، لانه بنصدق نحن انه فينا نعمل. طب بدي اتوجه للبدنيه، بدي اتوجه للبدنيه واقول لهم نعم، نحن بنصدق بحالنا انه نحن قوية. نعم، احنا معتبرين حالنا هيك مثل ما بيقولوا فاشلين. لا، نحن ناجحين، نحن محترفين، بس بدنا نكون محترفين بكل معنى الكلمه، بالاداء التقني حلو وبالالتزام والاستقامة.
من ثاني محل انا بدي كمان اشكر من عندك كمان تفضل وزيرة الاعلام. نعم وزيرة الاعلام يلي بعتبرها انا اول شيء صديقة، بس هي اهم شيء شخص صدق كمان بالصناعة اللبنانية وعملت بروتوكول مع الوزارة. نعم عملت بروتوكول يعني اعلامي مع وزارة الصناعة لحتى نكونوا مواكبين كل هذه المواضيع. هذا اللي بدي كنت اشيره هلا، انه هذه اول مرة بتصير. نعم انه بهالازمة بالذات. نعم. صار في بروتوكول بين وزارة الصناعة اللبنانية والاعلام ووزارة الاعلام لنقدر نخلق بيئة حاضنة للصناعة والقدرة التنفيذية في لبنان، لأنه هو الحل. هو الحل في الانهيار المالي والانهيار أمام كورونا. عندنا مشكلتين اللي هن وهالمشكلتين يعني هن انهيار المالي والانهيار أمام محاربة كورونا. هالمشكلتين هو دواهم اليوم هي الصناعة. نعم. من هيك بدنا بأسرع وقت ممكن ندرس كيف نرجع نفتح الصناعة اللبنانية هلأ بطريقة ذكية خلاقة، ونجيب لقاحات، وهذا اللي عم بشتغل عليه هلأ كمان، وفي تنسيق بيني وبين وزير الصناعة بهذا الموضوع لنجيب. نعم. لنجيب لقاحات سريعة إلى الطاقم الصناعي مثل ما عم نحكي عن الطاقم الطبي، لأنه اثنيناتهم إنهم علاقة بالأمن الاستشفائي والامن الغذائي. حلو كثير. هودي اثنيناتهم بالخطوط الاماميه اليوم انت شايف شو عم بصير بالمواد الاستهلاكيه في لبنان، شحت من كل المحلات وحتى شحت من البيوت، وهذا شيء مطلوب منا من هلا لشي 10 ايام ماكسيموم نكون جاهزين نرجع نقلع تنرجع نعبي البايب لاين الاصل تسليم البضائع او بسموه سبلاي تشين الى المستهلك اللبناني. ان شاء الله. يعني هي مناسبه لحتى نقول كمان وزير الصحه الدكتور حمد حسن يعني قال اهنئ النائب فرام وشركه فينيكس على هذا الجهد الجبار الذي يقدم نفسا وقت الاختناق ليحمي الانسان اللبناني في زمن يعاني العالم من نقص فيه. نحن بفضلكم يا فريق عمل فينيكس في امان وامان. شغله حلوه ومطمئنه. اعلام صناعه صحه الى جانب يعني كل هذه الجهود الجباره. ليك بدنا ما في شك انه وزير الصحه اول شيء يعطيه الصحه مثل ما عرفت انه ترك المستشفى. أيوة اليوم عنده اجتماعات فل بالوزاره. سبحان الله فل. الحمد لله على سلامته. بعتبر كمان انه امن فينا بالاول وكان حدنا باول الطريق، وهي شغله مهمه كثير. هلا باسرع وقت لازم ينحط طلبيات لنقدر نأمن المواد الأولية المطلوبة، لأنه على فكرة هي المستشفيات والمؤسسات الغير حكومية عم تحط طلبات مباشرة مع فينيكس، بس أنا بعتبر أن وزارة الصحة دورة كتير مهم لنقدر نعمل كميات كبيرة. نعم. يعني 100 أو 200 نحطهم ستاند باي وإن شاء الله ما نعيزهم، نرجع بنبيعهم الدولة أو بنبيعهم بعدين أو شيء، بس لازم ينعمل بأسرع وقت ممكن. نعم. خط دفاع الثاني يكون جاهز. قديش ممكن نحن نقدر نصنع من هذه الأجهزة يعني على مدار خطة السير اللي هي تفترض أن نكون يعني بحالة طوارئ وجاهزين، قديش فينا نسرع؟ ليك نحن فينا نعمل 20 جهاز نقدر نعمل. نعم. بس فينا، بس بدنا المواد الأولية اللازمة. نحن المشكلة هلا هي المعركة الكبيرة اللي حتكون مع السبلايرز. فينا نعمل 20 جهاز قلت لي بظرف قديش؟ بظرف جمعة. جمعة كثير منيح. وهيدا اكيد 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 نحن عملنا شيء. عم اقول لك يعني تفضل وقال وزير الصناعه ودخلنا اليوم مع فينيكس ميديكال صناعه الاداه الطبيه في لبنان. نحن ما نحن واقف، نحن وراها دغري هلا بنبلش بالمكنات الهينه. نعم. يلي هن مونيتورز، يلي هن جاليز ماشينز، يلي هن يمكن في مكانات بعد اصعب وسوفستيكي اكثر من اللي نعملها. يعني شغلي ورا شغلي مثل ما بقولوا. طب اذا بتسمح لي سعادتك، انت يعني شكرت دور الجامعات، المستشفيات، الاطباء، الاختصاصيين التقنيين، وزارتي الصحه، الصناعه والاعلام، والجانب الالماني اللي اعطى لبنان الاولويه.
قديش نحن يعني كنا بحاجة لخبرات ألمانية ولا كل الشغل بمجهود لبناني صنع في لبنان مع خبراته 100%؟ أول شيء بدي هنيك أنك دارس الملف مضبوط أستاذ الأولى. تسلم. بالفعل كانت السفارة الألمانية في لبنان سباقة، وأنا استنجدت فيهم بأدار الماضي ليقطعوا لنا برايوريتي للسبلاي وقت إذا فايق كان في أزمة كتير كبيرة، تدخلوا بسرعة كتير مع السبلايرز وقدروا يعطونا كمية من الكومبوننتس. كان في كومبوننت 2 أو 3 دقيقين كتير، كان في ضغط عليهم بالعالم، أبدون ليهم على لبنان، وهي شغلة كتير مهمة ومشكورين كتير كتير. أما بالديفلوبمون لا، التطوير كله صار لبناني 100%، نحن بإيدينا يعني مهندسين اللبنانية وفريق عمل عنده خبرة كتير كبيرة بتصنيع الآلات المعقدة كتير. نعم. أنا برجع بقول لك يعني فيها نعمل كتير أشياء بلبنان، فيها نعمل كتير إذا بنصدق بحالنا وإذا بنعتمد مبدأ الاحتراف والالتزام. هؤلاء الاثنين بس تحطوا مع بعضهم بيعملوا التباديع، وهؤلاء الاثنين اللي ناقصيننا بالقطاع العام اللبناني. أنا ليه عملت سياسة بلبنان؟ ليه ما ضليت بعالم الحلو؟ التكنولوجي إداري خلق رأس العمل، التطوير وخلق القيمة المضافة. ليه؟ لأنه شفت أنه بلدنا هم كلهم عم يختفوا منه، من القطاع العام اللبناني، وهذا اللي بدنا نغيره. هيدا أنا طموحي أن يصور القطاع العام اللبناني كله سوا كمؤسسة، اسمها مؤسسة الدولة اللبنانية. هالمؤسسة تكون أكثر مؤسسة فعالة بالعالم، وفينا نعملها، وعلى هالأساس بدنا نعملها، وعلى هالأساس بدي أشتغل من هلأ ورايح. أنا استقلت من مجلس النواب لنبلش هالمشوار كلنا سوا مع بعض نحو لبنان الجديد المحترف المستقيم، نعم، المنتج المبدع. هذا هو لبنان الجديد، هيدا اللي بدنا إياه من رحم الموت يلي عم نعيشه. بدي أرجع لكل شخص عم يتعذب هلأ، أنا عم أحس معه، نعم، وكل واحد حوالي، وأنا فقدت ناس كتير قراب مني توفوا بالكورونا، وشباب كتير عزت الدنيا فيي، وكتير اعتبرت أنه هذا تحدي لقلنا أنه نحن بدنا نتطور أكتر تماشي يصير برة تاني فينا متمطار، مش لازم يصير فينا متمطار، مش لازم العدو يلي هو المرض يفجئنا، مش لازم نتحضر اكثر كده. نعم، اذا بتسمح لي يعني سعادتك، من خلال كل يعني هالحماس اللي انت عم تحكي فيه اليوم، بنسمع كل الناس بيقولوا نحن بحاجه يعني لاجهزه التنفس نضع بمنازلنا، ممكن انتم تقدموا على انتاج هذا النوع من الاجهزه اللي الناس هي عم تطلبها وعم تحتاجها وعم تدفع كثير حقها غالي؟ عم اقول لك ما بتحرز، عم نقدر نستوردها بارخص هلا. نعم، انه نحن درسنا الموضوع. نعم، لقينا انه استيراده كثير سريع، لانه في افيلابيلتي، مش مثل الفنتيليتر. الفنتيليتر يعني ما في، يعني اذا بتطلب فنتيليتر ما بيعطوك هلا، ما في. هيديك عم تاخذ معنا العمليه 4 أيام تنستورد. نعم. هلا اذا بدنا نعملها نحن تنخلص الديزاين ونعمل اول بروتوتايب ونعملها، بدنا شي شهر ونص شهرين. نعم، يمكن اسرع نجيب مكانات من برا. انتبه، انا قلت لك يعني انا ما انا عم بحكي بزنس هون تجاريا، يمكن في ناس بتهمهم يعملوا تجاره منا يصنعوا، انا بشجعهم كثير 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 يعملوا منا لبعدين. بس هلا بهاللحظه ما بنلحق بقى. يعني المعروف انا كثير بقصف انه ما عملناها قبل، انا كنت حبيت نعملها قبل، انا كنت حبيت انا اعملها قبل. يلا، ما بدها شيء، بقول لك سخيفه هيدي، بس انا اعتبرناها كثير هيدي. يعني انا من المتابعين يعني لكل يعني افعالك ولكل شغلك ومجهودك، يعني انت قدمت كثير يعني من هذه الاجهزه لكثير من المستشفيات اللي انت بتعتبر انه هي حاجه تكون بتصرف الناس لحتى نقدر نخفف من مخاطر كورونا وغيرها. ولكن ان عمل دراسه للسوق اللبناني، المستشفيات كم جهاز نحن نحتاج بحسب الغرف المجهزه الموجوده يلي بحاجه الى هذا النوع من الاجهزه؟ ما بنعرف قديش بدنا نجهز وقديش لازم نجهز. ما بنعرف. بس انا فهمت اليوم جهزنا 153 غرفة اليوم. نعم. كنت عم بسمع جهز 153 غرفة زيادة أو تخت زيادة، يعني 153 جهاز. هودي لا، هني عادة بيحطوا على كل 3 تخوتي بتصور جهاز، لأنه ما بيتوقعوا أنه 3 تخوتي بدهم
هيدا بالشيء العادي. ممكن الجهاز واحد يشغل ثلاثة خوتة؟ لا 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 مش هيك قصدي. لا 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 بالصين عملي. بالصين العملي. لا لا بالصين العملي. نحن بعد ما وصلنا اكيد 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 بس نحن بعد ما وصلنا لهون. نعم بالعناية الفايقة. نعم بالعناية الفايقة مش كل شخص بتحطه على فنتيليتر. مش كل شخص بتحطه على فنتيليتر. نعم الحمد لله يعني انه مش كل شخص بتحطه على فنتيليتر. بس اذا بدك تحط يعني اليوم صار في عندنا 153 قالوا لي تخت زياده تعبى 163 يعني اوريدي عم ينزل مخزون الاحتياطي بالاسره والغرف للعنايه الفايقه من هيك يعني بحسب سعادتك بحسب وزاره الصحه امبارح كان عندنا 295 حاله مع تنفس اصطناعي و913 بالعنايه المركزه يعني لاحظ الفرق ايه ايه وهيك لازم يكون واحد على انا بعرف انتبه انا ماني انا عم بتعلم المصلحه جديد مثل ما بيقولوا دي البقلك واحد خليني هيك واحد واحد على على ثلاثه مثل ما فهمت انا الراسيو الريشيو واحد على ثلاثه بالايام مزبوط العاديه خلينا نسال اخصائيين اكثر مني يعني لا دكتور معنا دكتور عماد شكر قال لي مزبوط اللي عم يحكيه اكيد يعني عم يقول لي خليني هيك ميرسي طب اذا بتسمح لي يعني بهذه الاوضاع وبهالمحطه اللي هلا نحن فيها وهي محطه اقتصاديه ضاغطه بالنسبه للبنانيين وللصناعيين والكل بيعرف بهمني اعرف بهذه المرحله يعني سير العمل اللي نحن عم نحكي عنه بالصناعه الطبيه سيتاثر بمجريات التعثر اللي عم نحكي عنها يعني اليوم المعامل الصناعيه التي تنتج هذه الاجهزه مستثنات عم بيشتغلوا الشباب ولا لا؟ عم يشتغلوا لانه بس بهالقسم لانه موضوع كثير صعب وبده بحاجه لانه بحاجه لدقيقه من الوقت يمكن في حياته معك بس بقول لك شغله بقول لك شغله كثير مهمه تفضل قطاع الصناعي ككل هلا نعم. في بحث تحقيق كيف بدنا نرجع نقلعه بطريقه ذكيه وخلاقه الافكار اللي عم تنطرح يعني طرحتها امبارح انا على زميلتكم ال بي سي هي نعم. انه أنا عملت دراسة حولي بالمصانع حولي نعم اكتشفت وتفاجأت وبدعي الدكتور يلي معك دكتور عماد شكر نعم عماد شكر يعملوا نعم. دراسة على شو بده يعمل الدراسة دكتور عماد قل لي على شو أنا بقول لك أنا بقول لك بالمصانع اللي عملتهم نعم بالمصانع اللي عملتهم قطعنا ال 20% اميونيتي صار في عندهم عاملين كورونا وصحين الشباب بأكثر من 20% من القوى العاملة بالصناعة هودي اللي أنا شفته ما عملت يعني شفت حوالي 3000 4000 موظف نعم. انطلاعا من هون انطلاعا من هون فينا نخلق طريقة أنه نحط خلية بألف من هالناس وفينا نطعمها بشباب زيادة شوية بس تحت 30 سنة تما يكونوا عندهم خطر إذا انصابوا يصير لهم شيء نعم. نقدر نوصل ل 30-40% من الطاقم الصناعي اليوم يكون قادر يشتغل بالمعامل ونقدر نفتح المعامل لنحافظ على الأمن الغذائي في لبنان هذه فكرة عم بحطها أمامكم وعم بحطها أمام المسؤولين لندرسها أكثر ونعمق فيها ونمشي فيها هذه فضلا عن أنه نستورد التلقيح بسرعة كثير إلى لبنان وجسم الصناعة يعني سعادتك أنت بلشت يعني بالصناعة الطبية عملتوا أول شيء كمامات إذا ماني غلطان نعم يعني وقدمتوا كميات يعني قدمتوا ملايين من الكميات لكل اللبنانيين ولكن بيخطر ببالكم تصنعوا بي سي ار محلي بلبنان لحتى يقدر يكون بتصرف الناس البضائع اللي بتستهلك بالبي سي ار فكره الكارتريج ما بيقدر عم تحكي عن نعم تفضل مش مكنه البي سي ار نعم ما طلعت عليها الحقيقه ما بعرف ما طلعت عليها ما بعرف لانه رح نبقى بحاجه لها على طول ويعني وبحاجه لها يعني البعض بيقول انه عم ندفع 150 الف بي سي ار الوزير مشكور يعني نزل 50 الف لحتى يقدر يشجع الناس للاقدام على اجراء فحوصات البي سي ار هلا ممكن اذا كانت صناعه هون من قبل فينيكس كمان يكون ارخص شوي وهيك الناس بيتشجعوا لحتى نقدر نحصر المرض اكثر معقوله بس انا بقول لك في كمان طريقه اليوم اوفر ان الرابيد تيستينج الانتي جين يلي عم يعطي نتائج كمان فعاله عليه علامات استفهام عليه علامات استفهام كثيره بيقول لا غنى عن البي سي ار يعني نقيب المختبرات معنا قالت ونقيب الاطباء قال يعني كل يعني هذه الامور الثانويه مقدره وتحترم ولكن لا تفي بالغرض بدنا منكم تفكروا بالبي سي ار خلينا على الاخصائيين نطلع رح نطلع عليها
طالما انت من الامور يلي انت خلقت لك تحدي وقلت انه نحن لها ونحن عملناها ونجحت فيها، بدليل تهنئه كل الطاقم يعني الطبي الوزاري يعني الجامعي الاكاديمي لك. بتمنى انا اذا عندك شيء بتحب تقوله بالختام للناس يلي عم بيتابعونا وبعد مش مصدقين انه الكورونا فيروس موجود بيناتنا وبدنا نتعايش معه، شو بتحب تقول لهم من خبرتك؟ الله لا يجربهم، بقول لهم الله لا يجربكم، الله لا يجربهم، ان شاء الله ان شاء الله. شو يعني الشخص اللي بفوت على الفنتيليتر يعني يعني هو بينام بس بتعذب اهله كثير. نعم. وما بدي اقول قديش احتمال بس ربنا يعني اعمار بيد ربنا. اللي بدي اقول لكم اياه انه كورونا تحدي، وكل تحدي ما بيقتل على الاخر بقوي. من هيك نحن لازم نطلع من هالتحدي اقوى من ما فتنا عليه، والله يرحم يلي عم بموتوا. وبتمنى انه كل شخص يفكر كيف بده يساعد اللي حواليه هالايام مش يستغله. شكرا. شكرا لك المهندس نعمت فريم النائب المستقيل. طبعا اصدقائي نحن باسمكم بدنا نشكر النائب نعمت فريم على هذه الجهود يلي قدمها، وكانت فعلا بدايتها بتحدي وبسؤال هل نستطيع ام لا، وبالواقع وبالفم الملآن بنقول نعم استطاع، وبدليل انه الكل مؤمن بكل ما تنتج شركة فينيكس. طبعا هلا بدنا نتابع نحن هذه المواضيع عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، لانه من واجباتنا نكون حد القدرات اللبنانية وتطبيقا للبروتوكول اللي توقع بين وزارة الاعلام ووزارة الصناعة في لبنان لحتى نكون مواكبين كل هذه المعلومات والمعطيات. جهودكم للجميع مشكورة ويعطيكم ألف عافية والله يحميكم. هلأ المحطة لفاصل، وضيفنا بيكون رئيس دائرة طب الأطفال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي دكتور عماد شكر اللي كان عم بيستمع لمقابلة المهندس النائب المستقيل نعمة فريم. بريك ومنتابع. نرجع معكم وبتمنى تبقوا معنا لحتى تتابعوا هالموضوع يلي يعتبر من الأهم بحياتنا، لأنه حياة أطفالنا هي أمانة بأعناقنا. ضيفنا دكتور عماد شكر رئيس دائرة طب الأطفال بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور. أهلا فيك وشكرا على الدعوة. قلت لي بدك تبلش من حيث انتهى سعادته، تفضل. حابب بلش بس مطرح ما أنهى حديث سعادة النائب. القدرات الشخصية بلبنان، نعم القدرات الشخصية بلبنان والمؤهلات العلمية بلبنان إن كان طبية أم الصناعية أم الإعلامية أو إلى آخره. نعم. المؤهلات الشخصية أدت ثمارة بمحلات كثير 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 بمجالات عدة. أوكي. ولكن أمام هول الكارثة وقوة الوباء ما عاد اصطدمت بجدار كبير كثير هل المحاولات الفردية والشخصية، هيدا ما كفى لنقدر نحارب هالوباء. علما برجع بأكد انه عنا من الميزات الشخصية بجميع الميادين شيء يبدع ويدهش العالم، ولكن للأسف كان ناقص بعدم تزاوجه الجيد والمتين مع المؤسسات العامة والخاصة بالبلد ليألفوا كوب او جروب عمل مشترك. نعم. هذا حنفوت فيه دغري على الوباء. نعم. الوباء وحكي كلمتين عن القطاع العام. الوباء بهالشكل الكبير اللي اجا ما فينا نحاربه، لان الوباء ببداية حكي له العلاج يتضمن ثلاث اربع اقسام حنقولهم بسرعة كثير. ليش ما فينا نحاربه؟ لا، ما فينا نحاربه بالطرق الشخصية والطرق الفردية، اكيد فينا نحاربه بالارشادات المطلوبة. اكيد يعني. اكيد. نو عم بحكي بشكل عام، اي وباء كبير يتحارب بعلاج المرض، بعلاج العوارض، بالحماية منه، هاي جزء من العلاج. ولكن العلاج الأهم بعلم الوبائيات وأمراض الوبائية هو أن نتهيأ له قبل حدوثه، أو يكون عندنا خطط استباقية ومنظور مستقبلي شو بده يساوي هالعلاج هالوباء هيدا. وهذا اللي صار بالبلد، هذا اللي صار بالبلد للأسف. لغاية 10 أيام أو 15 يوم كنا دخل القطاع الخاص مونتر بارونتاز بقوة أو بقوة ناقصة لا يشتغل بهالمرض
بيضاء. نتيجة فراغ نتيجة يعني نتيجة عدم تجهيز، نتيجة عدم إمكانيات. إمكانيات، نتيجة نقص موارد، نتيجة مليون سبب. ولكن برجع بعد لك، الوباء الكبير يطال كل القطاع الخاص والعام، يطال الغني والفقير، يطال العالم كله سوا. بالقطاع العام وهيدي معلش شيء يشهد لإله، لبنان كله شهد له، والعالم العربي شهد، والعالم شهد للقطاع العام بمحاربة الوباء منذ بدايته. مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مستشفى رفيق الحريري الجامعي أول 3 ساعات من اتصال وزير الصحة بالمستشفى تأمن 40 تخت. 40 تخت بالمكان، بالإمكانيات، بالتمريض، بالجهاز الطبي، بكل شيء، باستراتيجيات الطبية الموجودة. رجع بعد يومين تأمن 120 تخت. فإذاً نحن كطاقم طبي بالبلد كان ينقصنا الرؤية المستقبلية لأي وباء موجود، لأي كارثة طبيعية، لأي كارثة طبيعية، زلزال صار لا سمح الله بالبلد. هل نحن عندنا خطط كان استباقية موجودة كيف نتعامل؟ نعم، في مستشفيات فيه، وأثبتت التجربة. مستشفى رفيق الحريري أدى واجبه للعلا، بمعنى كان كل العالم شهدت، كان الجند الأول بمحاربة الوباء، واستطاع بالفعل بمجهود ومجهود وزارة الصحة ومجهود العالم كله سوا للحد نوعا ما. نحن وين صرنا هلأ؟ نحن بمرحلة متقدمة كتير. ما حنقول فقدنا السيطرة، لا. وضع المستشفى كيف اليوم؟ مش فقدنا السيطرة، ولكن قادرين على أنكم تتابعوا؟ قادرين بصعوبة كبيرة كتير. بصعوبة لأن في نقص، مثل ما حكي سعادة النائب، نقص بالمعدات مش الأساسية. هي سبب الوفيات اللي عم ترتفع تقريبا، يعني جزء من ارتفاع عدد الوفيات هي عدم تقديم الرعاية الصحية كما يجب، بنقص المعدات. هيدا واقع. هذا صار بكل دول العالم، ولكن بأوروبا صارت لأن الأعداد كبيرة. نحن للأسف الأعداد كبيرة، وبنفس الوقت غير مؤهلين. القطاع الطبي بلبنان كان غير مؤهل لهيك كارثة. طب اليوم نحن عم نحكي عن أعداد، يعني بي سي آرات بتنعمل للكبار، إصابات للكبار، يعني كنا بعاد يعني عن معنى الأطفال وصغار السن. من مرحلة مش بعيدة كثير لليوم صرنا عم نخاف على أطفالنا أكثر، ونقول انتبهوا هني غير محصنين. تغير شيء بمفهوم الفيروس؟ شو صار حتى صار عندنا هذا الخوف؟ وبدليل أنه ببلدة تول الجنوبية في الرضيع مازن محمد المقدمي اللي عمره 4 أشهر، والكل شافوا صوره وتابعوا له أخبار، أصيب هو وأخته وأمه وبيه كلهم بالكورونا. نعم. هذا اللي تفضلت فيه وحكيته صحيح تماما. ولكن منذ بدء الوباء نحن بالطب الأطفال محصنين، حنحكي ليش، نوعا ما محصنين غير الكبار، ولكن ما بينصابوا، أكيد بينصابوا، ما عندهم مشاكل، أكيد عندهم مشاكل حنحكي فيها. بس في الطفل الرضيع يصاب بالكورونا؟ أكيد. أنا نحن لقلك كلمة، أكيد يصاب؟ إيه نحن أكيد لقلك. هلأ ليش؟ بمستشفى رفيق الحريري تفضل. منذ بداية الأزمة تحولت إلى مستشفيتين، واحدة كورونا بطاقمها الخاص، وحدة مستشفى استشفاء عادي. هلأ صار كله كورونا؟ لا، وما زلنا عم نعالج أمراض، وعنا عدد كبير، والمستشفى مليانة، إن كان بقسميها الكورونا وغير الكورونا. بهديك الأيام وقبل أي مسير حالة امرأة حامل عندها كورونا، توقعنا وعملنا أقسام خاصة للتوليد، وغرفة عملية توليد، وغرفة عملية سيزاريان سي ساكشن، عملية قيصرية للأمهات اللي عندهم كورونا. بالمقابل أنشأنا أقسام للأطفال للكورونا، لأن نحن عندنا رؤية، كان والعالم عنده رؤية، أنه الأطفال أكيد عندهم نوع من التحصين، ولكن ليس كل تماما. عدد الأطفال اللي انصابوا بالعالم عدد لا بأس به، أكيد أقل من عدد كبار السن. ولكن نسبة الأطفال اللي بفوتوا على المستشفى، إن كان استشفاء عادي أو استشفاء بذو عناية فائقة، كنسبة عدد الأصاب نحن مثل الكبار تماما، الأطفال مثل الكبار تماما. تحصين الأطفال عدة عوامل، الطفل قد يكون محصن نوعا ما أكثر من الأدر لعدة أسباب. أولا جهاز المناعة عند الطفل لساته طازة فريش، بعده عم يتألف، وبعده موجود، وبعده دائما
أنه متهيئ لأي مرض كان. الأمراض السهلة اللي تتردد عند الأطفال بأعمار صغيرة ما تسمى أمراض بنال غير قوية، هيدا كمان بيخلي جهاز المناعة على استعداد تام. أضف إلى ذلك تحصينات الفاكسان، عندنا الأطفال بيأخذوا الفاكسان بكميات كبيرة وهيدا دائما على احتكاك مع جهاز المناعة تاعهم. سيضاف الكورونا لهذه اللقاحات اللي بتأخذها الأطفال ولا؟ لحديت اليوم بالعالم دون 12 لدون 18 سنة ما في دراسات كثيرة لمفعول الفاكسان عند الأطفال. ما في. تعرف الحاجة والضرورة كان غصبونا بالوقت، الوقت ما سمح ليتوسعوا كثير بالدراسات. لحديت اليوم التوصيات العالمية دون 12 إلى دون 18 سنة حتى ما في داعي أو ما في دراسات تثبت فعالية الفاكسان أو إعطاء الفاكسان بهالعمر. يعني إذا بتسمح لي دكتور، يعني الكبار بنعرف شو هي العوارض يلي بيتعرضوا لها عند إصابتهم بالكورونا، لبل هن بيعبروا وبيقولوا عنا هيك عنا هيك عنا هيك بوصفوا الحالة، ولكن الطفل كيف بدنا نعرف إذا هو مصاب كورونا شو هي العوارض؟ قد يكون قبل ما يصاب العوارض قد يكون في عندنا شغلة سيئة شوي، إنه الطفل قد يحمل الفيروس وينقلها من محل لمحل. وهيدا حال الواقع العالم دون عوارض، قد تتأخر عوارض أو عوارض مغايرة لعوارض الكبار، يعني مغايرة. تفضل اللي يعني شو هي بس قبل حتى الناس يطمنوا ويعرفوا 100%. أول شيء بدنا نقول أنه الكورونا هي واقع عند الأطفال وعند الكبار، وهو كارثة ما بس واقع، منا مسحة مثل ما تفضلت وحكيت، لا هي كارثة طبيعية، هي كارثة بيئية، هي كارثة طبية علينا. والله سترنا نحن بالقرن العشرين وجود الفاكسينات بالعالم، وجود التطور الطبي السريع، وإلا كنا شفنا كما مرق بالتاريخ ملايين العالم توفت من هالوباء. هيدا دونك العوارض عند الأطفال. مشكلتنا نحن أنه هيدا المشكل الكبير اللي أدى لتسكير المدارس بأوروبا بأمريكا إلى آخره، لأن بينقل من محل لمحل. بس عم نحكي أطفال عن أي سنة عم نحكي؟ كل الأعمار. كل الأعمار حنحكي شوي صغيرة آخر شيء على حديثي الولادي. نعم حديثي الولادي حنحكي بعدين شوي. الأطفال عندهم العوارض تشبه لحد كبير عوارض الكبار، هي الرشح، الحرارة، الوجع، ألم بالحنجرة إلى آخر جميع العوارض. ولكن في شوية ميزة أكثر عند الأطفال، بيجينا بعوارض جهاز هضمي، يعني استفراغ إسهال، قد يكون فوتنا بتشخيصات حرارة. أكيد حرارة أكيد، وفيها ما تكون حرارة تماما مشابهة لعوارض الكبار. ممكن محمد تجي الحرارة يعني أكيد موجود الكورونا عند الأطفال. وموجود الكورونا، أنا بالمستشفى عندنا أعمار شهر وأربعة أيام، وللأسف خسرنا طفل عمره شهر وأربعة أيام من ما بعد الكورونا، ما يسمى post covid 19. بعد الكورونا هاي في أنتيتي، في حالة مرضية تماما عند الصغار، حنحكي فيها بالأخير لأن موجودة. بالتالي قبل ما نوصل لبوست كورونا بوست كوفيد، هو الأساس الحماية وعدم أخذ الوباء بالحيطة اللي عم نعملها كلنا سوا. طب اليوم الأطفال اللي نحن عم نحكي، مثل ما قلت لي، قديش نسبة إصابتهم نحن بلبنان؟ طالما صرنا عم نحكي عن حديثي الولادة، يعني حتى إذا كانت الأم حامل وأصيبت ولا. يعني الجنين شو وضعه هلا؟ هون المشكلة الكبير بالدراسات العالمية كلها سوا والتجارب العالمية كلها سوا، أكيد لأنه مرض جديد، وباء جديد، وعلى ذلك حنحكي على غير 19 لأن عم يتغير الحل. الحل موجود وعم نعمله، بس تحكيك أنه أهم شيء بين المرأة الحامل وطفلة، بشبه نادر وشبه تقريبا غير موجود، ولكن ما فينا نفيه بالطب نهائيا، الانتقال من المرأة الحامل إلى طفلة أثناء الحمل. ولكن ما بعد الحمل في احتمال ينتقل لأله شو ما كان عمر الولد. نحن مخصصين قسم خاص للإمرأة الحامل وقسم خاص للولد. حتى إذا وضعت كمامة وأخذت كل الاحتياطات في بروتوكول من في بروتوكول أكيد في بروتوكول جاهز كيف تتعامل المرأة الحامل عند الولادة مع الطفل، إذا كان مصاب غير مصاب، إذا هي مصابة عوارضها وسط عوارضها قوية كتير، وكيف تتعامل معه برضاعة إلى آخر، كله بروتوكول في إلى تداعيات من... يعني إصابة الرضيع بكورونا ولا لا؟ لحديث اليوم لا. معنا إصابات مؤكدة تعمل مرض كورونا عند حديثي الولادة دغري. نعم. ولكن بيجي مع الأمراض الثانية الكوموربيديتي
يعني قد يخلق قبل أوان يكون عنده مشاكل وبنفس الوقت هو كورونا، قد يكون في التهابات تاني وهو كورونا. نعم. هذا بزيد للمشكل مشكل، بدك حل، ولكن هم مشكل مشكلين صار مشكل فوق مشكل. بالتالي الحل نوجد عندنا نحن في عنا قسم لانتباه اللي بيخلقوا منحطهم تحت 24-48 ساعة لنشوف البي سي آر للأطفال حادثي الولادة لنشوف وضعهم كيف. مش الحال بيروحوا على قسم تاني وبرجعوا يا بيطلعوا على البيت أو بيمشي حاله. اليوم يعني في الضغط على هذا القسم عندكم ولا؟ نحن تقريبا أظن لحديت اليوم إذا ما غلطان المستشفى الوحيد اللي عنده غرفة عمليات للتوليد والتوليد لمرضى الكورونا. فبالتالي تقريبا يوميا عندنا حالتين أو ثلاث حالات نساء حوامل مرضى كورونا أو عندهم بي سي آر بوزيتيف دون ما يكونوا مرضى أو مرضى. وللأسف في ستات بأعمار صغيرة كتير خسرناهم فاتوا بمشاكل كبيرة مع الكورونا، لأن الحمل وأي مرض تاني بيصير في استفحال بالعوارض بيؤدي لك لسلبيات جدا جدا سيئة عند المرأة الحامل. طب نعمل شيء إحصاءات عندكم بمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن هذه الحالات، لأنه اليوم يعني اللائحة اللي بتوصلنا من وزارة الصحة يوميا مش مذكور فيها هذا النوع يعني من الحالات. عم نحكي بالطفولة نحن، ما بنحطه، بنحطه بشكل عام. نحن نحن بالأطفال شو نسبتهم تقريبا بس ناخذ فكرة؟ لا بالأطفال نسبة وجودنا بالمستشفى حاليا لا يتعدى 5-7% من أمراض الكورونا، لا يتعدى، لأن عوارض السيئة كثير للأسف، وهذا العالم كله بدها تنتبه له. عوارض السيئة كتير والمشاكل الكبيرة كتير اللي بتجي عند الأطفال بتجي هي ما بعد الكورونا، من بعد ما يشفوا من الكورونا في احتمال الأطفال يعملوا مشاكل جدا كبيرة كتير. وللأسف قلت لي ما بتخلق تداعيات، يعني بلا تخلق تداعيات كورونا، مش الكورونا. نعم شو الكورونا بحد ذاتها خلصنا منها. نسبة الوفيات عند الأطفال تقريبا شبه قليلة جدا جدا. نعم. جدا، ولكن عندما نشفى من الكورونا إن كان الكبار ولكن الأطفال، أنا هاخذ بس شق الأطفال، حتى الكبار بدهم يضلوا يتراقبوا على شهر واثنين وثلاثة بعض الأحيان على سنة ما يعملوا أي كورونا. أكيد ردات فعل من الالتهابات اللي بتنتج عن الكورونا وخاصة بالشرايين وخاصة بالأوعية الدموية أو بالرئة. عند الأطفال لنفوت بموضوعنا لننبه العالم أنه الكورونا، حتى لو طفلك أخذ الكورونا وعمل عوارض جدا جدا بسيطة وشفي منها لا يعني انه خلصنا. حتى متى؟ يعني بخلال ما بنعرف لحديت اليوم ما بنعرف، ولكن بلبنان صرنا تقريبا بجمعية طب الأطفال بلبنان والمستشفيات اللي بنتعامل معهم بنعمل دراسات معهم، صار عندنا ما يقارب 10 أشخاص عانوا من هالمرض اللي عم ينحكى فيه ما بعد الكورونا. أقصى عندنا ثلاث حالات وفيات وبعض الأحيان قد يترك أثر طبي سيء طوال حياته للطفل. لذلك طوال حياته؟ نعم. لذلك إن كان لأن هذا المرض اللي بيجي مع بعض الكورونا هو سندروم بصيب عدة أعضاء مهمة من الجسم، من الكبد، من المخ، من القلب، من الرئة، من الكلاوي إلى آخره. نحن بلبنان صار عندنا ثلاث وفيات بأعمار مختلفة بين الشهر وشهرين وبين العشرة أشهر، وثلاث حالات صعبة كتير ونشفوا منها، وثلاث حالات نوعا ما ماشي حالهم. فبالتالي الكورونا عند الأطفال لحديت اليوم ايه نعم بحاجة لمستشفى اي طفل يصاب بكورونا؟ ابدا ابدا نهائيا، الا اذا بيخضع لحسب العوارض. نعم. وقوتها وشدتها. نعم. نعم. ولكن لا، لن كان الأطفال او حتى الكبار لو كان في عندنا محلات، لا، في كريتيريا امتى منفوت على المستشفى ايه ولا لا. رضاعة بتعطي حصانة إذا الأم بترضع ابنها؟ دون شك وبالمطلق بتعطي حصانة أكيد. تعطي. أكيد، ولكن نحن البروتوكول اللي حطيناه نحن ومن العالم كله سوا. نعم. إنه أمتى الست قادرة ترضع؟ بأغلب الأحيان ما في مشكلة برضاعة نهائيا، حتى لو مصابة كورونا؟ حتى لو مصابة، ولكن ضمن مثل ما حكيتك بالأول كريتيريا، إذا كان في عوارض شديدة قوية كثير وخاصة السعال أو التعطيس، هون نحن منفضل نوقف رضاعة شوي. باقي العوارض كلها سوا ما عندنا مشكل، الأم بتلتزم بكفوف بكمامة، لما تخلص رضاعة بيضلوا معها طفلة بالمستشفى بعيد عنها 2 متر بيمشي الحال. ف
فاذا ما في تهزهز اذا بك لا 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 ما في شيء ابدا. في انتباه، في نقول انه الكورونا عند الاطفال موجوده، كورونا عند الاطفال من حسن حظ الاطفال منا سيئه جدا جدا مثل عند الكبار، ولكن لا بدنا ننتبه قد يحدث امراض سيئه جدا ما بعد الكورونا. فلذلك نحن بالابدا نبلش نتحاطى وناخذ الحيطه ما نمرض بالكورونا وننتبه للارشادات مش بايدنا، لانه احيانا بتجي لعندك الكورونا ما بنعرف كيف. السؤال بيطرح نفسه، هلا ما في مدارس، ولكن لو في مدارس يعني الكمامه هي الزاميه للاطفال بالمدرسه ولا بتاذيهم ولا لا؟ نو، في بشكل عام الكمامه لعمر معين عند الاطفال ما بتسوى، ما في سوى لاي عمر عم نحكي نحن، يعني لغايه 3 سنين ودون او سنتين ودون ممنوع نحط الكمامه، ممنوع لان الولد بيتنفس بنظام معين من اخير واكثر من تمه الى اخره، فصعب يتعامل. نحن الكبار فينا نتاقلم شوي مع الكمامه، والاكبر شوي يعني الاكبر، من 3-4 سنين. الاكبر اكيد، الاكبر اكيد، بس بلبنان ورايي الشخصي انا انه هل الكمامه كافيه بحمايتنا بالمستشفى بالمدارس؟ انا بقول لا لا. ما انا شفتك حاطط كمامتين وقت اللي دخلت، ليه؟ انا ايه، لانه اذا ماني غلطان مش مزبوط مزبوط. هلا هي كمامه وحده بتتغير كل يوم بيمشي الحال، فاذا هيدا زياده شوي، لان انا بشتغل بمستشفى رفيع الحريري بقسم الاطفال وقسم العنايه بالاطفال. كم مره صرت عامل بي سي ار صراحه؟ شي ستة ولا واحد بوزيتيف. انتبه، نحن في طاقم طبي طويل عريض بالمستشفى، والمستشفى هي اول ما احتضنت الكورونا واخذت اكبر عدد من المرضى بالكورونا. نعم. ولكن الاداره الموجوده معلش يعني بدنا نقولها، ما في الا ما اقولها، دكتور في راس ابيض. نعم. والخطط اللي بيوضعها والانتباه اللي بيعمله وقوه العمل والبوتنسيال العمل اللي عنده، انا برايي ساهم لحد كبير بانقاذ حياه كثير عالم كانوا مصابين. هذا يعود انسجاما للاستراتيجيه اللي بيضعها وزير الصحه هون بكل المستشفيات الحكوميه ولا لا؟ لا لا بكل وضوح. نعم. لان حسب التجربه اللي مرقت عنا دون تنظير. نعم. قلنا سنه نحن بالمعركه مع كورونا، بالمقدمه قلنا سنه بالمعركه مع كورونا، المستشفى الوحيد ودفعته الثمن 100%، المستشفى الوحيد اللي وقف وعنده الامكانيه ان يقف. انا بقول الطاقم الطبي اللبناني كله وقف حتى لو ما كان عنده امكانيه. نعم. انا ما بلوم القطاع الخاص، لان الامكانيات كانت غير متوفره لحد اليوم. يعني انا في مستشفيات تعتبر الاولى بالعالم واهم مستشفيات بالعالم، عندنا جامعتين من احدث من اهم جامعتين بالعالم، اوتيل ديو والامريكيه، ما قادرين نستوعب 200-300 مريض كورونا وان يتكيف. سرعه التكيف كانت عندنا بطيئه كثير كثير، سرعه التكيف بطيئه. يعني بعد سنه بده يصير في عندنا 10 تخوت وخمسه تخوت. ما فينا نجزئ ونقول مستشفيات خاصه حكوميه، الوباء بيشمل الكل، ما له حدود، ما له حدود. ولذلك التطعيم واللقاح، الدول الغنيه ومنظمه الصحه العالميه ومؤسسات عالميه بدها ترعى الدول الفقيره وتلقحها، لان التحصين ان كان بافريقيا او بشرق اسيا هو بيحمل العالم كله سوا، لان احنا تخطينا مرحله الوباء بالمحلي، صرنا ما يسمى بانديمي بالعالم. فهيدا الفيروس بده ينتقل من محل لمحل، انت ما فيك تقضي عليها بالسويد وتخليها بالسودان. طب اليوم الناس اللي هلا عم بيتابعونا، يعني كيف بدهم يشعروا مع اولادهم اذا كان عندهم يعني عوارض كورونا؟ يعني بتعرف اليوم الاولاد يعني بيظهروا بيلعبوا لا سيتياسيون اكزيج، يعني اي عارض هلا هو كورونا الا ان اثبات العكس. حلو. فبالتالي انا اللي بقوله ما بدنا يخافوا الاهل ابدا ابدا، ولكن انا عم بقولها للابتعاد عن الاوتوميديكاسيون، الطب الذاتي. نحن كلنا صدقني قلت لك حبه بنادول، نحن كلنا ريح حالك، نحن شوي. كلنا حتى نقابه الاطباء وزاره الصحه طلبت. نعم. من الجهاز الطبي التعاون لحد الاقصى مع العالم عبر التليفونات. مستعدين نتجاوب معهم؟ اكيد طبعا. اكيد نتجاوب معهم، تليفون خبير، للابتعاد عن الطب الذاتي والتاخير، التاخير بالتشخيص. فبالتالي الاحتكاك والالتزام بالارشادات الصحيه اولا. طب بينجح التشخيص عبر الهاتف اذا بتسمح لي؟ على القليل، على القليل التوجيه. توجيه؟ لا لا، التوجيه. نعم. التوجيه، نحن مستحيل نعمل تشخيص. نحن يمكن باوروبا بينجح، باوروبا في تيلي فيديو
بالفيديو بيلاحقوا، فيديو مش تليفون وصوره، فيديو. باوروبا يعطوا معدات فيك تشوف له دينته للمريض على الكمبيوتر. حلو كتير. فيك تشوف له زلاعيمه. باوروبا طورت الامور، امكانيات ضخمه كتير، نحن لا، نحن على القليله في ارشادات، في تصحيح للامور. يعني بدل ما تعطي من جارتها او 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 تجربه شخصيه تعطي علاج منأخر بالتشخيص، هذا مش مطلوب. نحن عم نحكي هلا عن كورونا، عم نحكي عن كوفيد 19، ولكن مهم كثير نقول نعم. يعني عم ينحكى عن الطفره الجديده نعم. وبارح دكتور عيد عزار يعني زميل صديق نعم. تعرفه يعني قال انه 70% من هذه الفحوصات اللي انبعثت خارج لبنان تبين انها من الفيروس المتحور. وهون الكارثه نعم. رقم كبير كثير، 70% على عدد اللي انبعث نعم. مش 70% من الحالات اللي عندنا، على العدد اللي انبعث. ايه طبعا ايه. بس ولكن قبل جبت سيره الجامعه اللبنانيه مرتين، خلينا نقول انه المختبر المركزي بالحدث هو اول من حط ايده بالبيولوجي على التحولات بفيروس كوفيد 19. حلو. هيدا يشهد له ويعطيهم الف عافيه، يعطيهم الف عافيه، بس نحن دورنا شو؟ دورنا شو؟ هيدا دور المختبرات والعلماء هن يقولوا مين ومين، بس نحن دورنا العلم اكد انه ليش عم يتحول هيدا الفيروس او اي فيروس ثاني. الفيروس بعيش في جواب؟ بعيش عنا. كل ما خففناه من عندي او من عنده او من عنده او من عنده، كل ما قضينا على التحول تاعه وعلى خطورته بحد ذاته ان شاء الله يا رب. فهيدا بنرجع للاساس، الوقايه الوقايه وعدم انتقال الفيروس من شخص لشخص وبكميات كبيره، لان كل ما كانت الكميه عم تنتقل عبرنا وعم تشتغل على السيستم تاعنا الار ان، كل ما احتمال التحول يصير اكثر ان شاء الله. فبالتالي فمثل ما بقولوا ما تدخن، انه بدخن نص السيجاره او ربعه او ثلاث ارباع، لا ما تدخن نهائيا. بدها قرار. ايوه بدها قرار وبدها التزام بقوه. انا بدي اشكرك ومن خلالك اذا بتسمح لي انا بدي اوجه تحيه للفريق الطبي الاستشفائي اللي هلا عم بيشتغل وهو مصاب، وبدنا نصلي ونضوي شمعه على ارواح الاطباء وكل اهل هذا القطاع الذين سقطوا وهن عم بيواجهوا كورونا. نعم. بمواجهة كورونا شو بتحب تقول بالختام؟ بالبداية أنا بتمنى أنه نكون تعلمنا درس كبير من اللي صار، لأن بين أنتر بارونتاز نحن اجتمعنا بداية 17 تشرين والتحركات اللي صارت بالمستشفى، ووضعنا خطة أنه لا سمح الله صار في تفجير بساحة الشهداء، فريقين فاتوا ببعض، كيف بدنا نستقبل 200-300 جريح دفعة واحدة، فعملنا المستشفى الخيالية إلى ثلاث أقسام، وهيك صار وقت تفجير بيروت إن شاء الله ما بينعاد، استقبلنا العالم دون مشاكل وبسهولة، وإن شاء الله نكون تعلمنا من الدروس. شكرا شكرا، والله يرحم اللي راحوا بفضلهم. نحن بعدنا موجودين مكافحين ومنحاول قدر المستطاع بهذه اللقاءات والرسائل التوعوية نكون حدكم أصدقائي. شو بيخطر عبالكم؟ بتقدروا تتواصلوا معنا مباشرة عبر تلفزيون لبنان وبسلسلة برامجنا، بنقدر نكون دائما إلى جانبكم بالحملات التوعوية المفروضة والمطلوبة. طبعا بشكركم وبشكر متابعتكم، وبشكرك لك دكتور عماد شكر، شكرا لك رئيس دائرة طب الأطفال بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، يعطيك ألف عافية. مرسي. طبعا الشكر للفريق العامل للمخرج بسام خويري، يعطيك ألف عافية. بكرة منلتقي بحلقة جديدة، إلى اللقاء، باي باي.